السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ انا احمد شيتو. سبق قبل كده وكنت عملت حلقة اتكلمت فيها ازاي تثبت اكتر من 200 خط عندك على تليفونك السامسونج. طريقة بصراحة جميلة جدا، وانا يعني لغاية دلوقتي شخصيا اللي شغال بيها، بس الفكرة كلها ان الطريقة ديت للناس اللي عاملة التليفون بتاعها باللغة الانجليزية. طب الناس اللي عاملة التليفون بتاعها باللغة العربية؟ ده هيبقى موضوع حلقة النهاردة، لان الموضوع ده طلب مني في الكومنتات من اكتر من شخص، فعملت لكم بيه حلقة مخصوص. هيبقى النهاردة يعني تقريبا اكتر من 300 خط عربي كمان عندك على التليفون يا معلم، براحتك بقى. كل ده في حياتنا النهارده ان شاء الله، بس اكيد لو مهتم ما تبخلش على بلايك، كومنت جميل زي كده، اشترك في القناه وانت مش مشترك، وفعل زر الجرس، ويلا بينا على الشرح يا شباب. طب يا جماعه، رجعت بعد الانترو كالعاده، نخش على طول في موضوع الحلقه. طيب بصوا يا شباب، ادي التليفون بتاعي انا وصلته، انا هسيب لكم لينكين على ميديا فاير. اول لينك مثلا اهوت، انا مروق عليكم ميديا فاير وبتاع، لينكات مباشره على طول. هتيجي هنا في البرنامج ده، تمام؟ مساحته 2 ميجا بايت وشويه، هتحمله من على ميديا فاير. بعد ما هتحمل البرنامج ده، في لينك تاني انا هسيبه لك برده، ملف مضغوط مساحته 55 ميجا بايت، هتنزلهم، تمام؟ انا طبعا منزل الملفين عندي، فانت اما تنزله معاك يبقى بالشكل ده. ده البرنامج اللي هو مساحته 2 ميجا بايت، وده الملف التاني اللي هو مضغوط، تمام؟ هتسطب البرنامج ده تسطيب عادي جدا. طبعا انا مسطبه عندي اصلا، فمش هسطبه تاني يعني، بس عامه هسطبه تسطيب عادي جدا. طيب بعد ما هتثبته، هتيجي على الفولدر ده، ضغط تقول عليه كده، وتقول له هنا كده، تقول له هنا تفك ضغطه، هتقول له هنا اكستراكت، وتقول له هنا كده اكستراكت، هتفك ضغط الملف ده. طيب زي ما شايفين كده اتفك قدامي فوق اهوت، هتخش عليه هنا كده، هتاخد ده كده هنا ضغطه طويله، وتاخده هنا كده كوبي، وتطلع بره خالص، تعالى على الانترنال ستورج او الذاكره الداخليه، وارميه عندك هنا، قول له كوبي هير. تمام كده، هو الفولدر اهو. لازم يكون يا جماعه الفولدر مباشره بعده الملفات على طول، يعني مجرد ما تخش على الفولدر تلاقي جوه الملفات دي موجوده كده على طول. اطلع باك، اطلع بقى بره خالص. طيب هنيجي بقى كده نفتح البرنامج اللي احنا ثبتناه اللي هو اسمه مونو دوت. طبعا هنا في البوينت دي، هنا دي كلها دي خطوط انجليزي. انا طبعا سبق كنت عملت بقى حلقه زي ما قلت لكم، يعني عامه هسيب لكم في الايز لكم حالا فوق دي، او زي ما قلت لكم في اول كومنت مثبت وصندوق الوصف يعني. فده كده الناس اللي عايزه تثبت اللغه الانجليزيه. طب نيجي بقى للغه العربيه، تعالى هنا على كاستم تي تي اف. هتيجي بعد كده طبعا لازم اول حاجه هنا تكون انت مدخل حساب سامسونج عندك على التليفون، اكيد طبعا بطبيعه الحال كلنا عاملين كده يعني. المهم بعد ما تحط الحساب بتاعك، او بعد ما تكون مدخل الحساب بتاعك، لو انت مدخله اوريدي خلاص كده سيبك من اول خطوه دي، هتخش على الخطوه الثانيه اللي هو انستول دي، اضغط عليها بقى، اقول له هنا كده ابديت. بعد كده اقول له هنا سيلكت سامسونج سنس فونت، اضغط على سيلكت ديت، وهتنزل تحت خالص هتختار هنا سامسونج سنس دي. بعد كده تقول له هنا باك اب، اضغط على باك اب. طبعا الحاجات دي كلها لو متعلم عليها شيل العلامات الصح، او شيل التفعيلات من العلامات دي كلها، علم بس على السيتنج او الضبط. طبعا لو انت عامل التليفون بتاعك بالعربي يعني، دي بس تعلم عليها وقول له هنا باك اب ناو. طيب هو كده خلص معايا، اقول له هنا دن. يبقى كده باك. هتنزل بعد كده تحت هنا على سيلكت تي تي اف فايل، اضغط بقى لو تي تي اف. بصوا يا جماعه، عايز اقول لك بقى متع عينك يا معلم، كل دي خطوط. طبعا اللي بالانجليزي ده برضو خطوط، بس هي مكتوبه بالانجليزي، بس هي خط عربي يعني. هنا مثلا شوف هنا الاسطوره، انت واخد بالك؟ لو انت عايز خطوط بقى مكتوبه بالعربي بالعربي يعني، انزل تحت خالص كده، اما انزل تحت اهوت هتلاقي فين. اه يا جماعه بصوا، كل دي خطوط عربي، اختار بقى فيها اللي انت عايزه. في كمان هنا اللي هو اشهر خط، اللي هو خط المهند، هجيبه لكم اهو. ده خط المهند اهو، في مهند كمان بولد اللي هو يعني غليظ شويه. انا عايز اقول لكم اصلا يعني ده اشهر خط، يمكن حتى انا عامل الفيديو ده مخصوص لواحد كان طلبه مني في الكومنتات. طب بالمناسبه دي، لو انت عندك اي طلب او عايز اي فيديو اعمل لك بيه حاجه مخصوصه يعني، اسيبها لي في الكومنتات، وطبعا هعمل لك بقى فيديو مخصوص، ما عنديش اي مشكله خالص في الموضوع ده يا جماعه. المهم يعني، فاحنا مثلا ممكن بقى نستحت كده ونختار اي خط كده يكون شكله ايه مطرقع شويه كده، بحيث ان هنجرب. ممكن مثلا نختار ايه، ممكن مثلا خط مهدي القران ده مثلا يعني، اختاره كده. بعد كده تقول له هنا انستول كاستم فونت، اضغط هنا على كلمه انستول، قول له هنا كده اوكي، قول له هنا كده انستول. دي ما تخافوش ما تلاقوش ولا حاجه، بس جوجل بلاي بيقول لك يعني ان الحاجه دي من بره جوجل بلاي، فبشوف انها مش امان او كده. فعامه لو الرساله دي ظهرت لك، قول له هنا كده انستول اني واي، او اللي هو تثبيت على اي حال. لو ما ظهرتكش خلاص، المهم يعني قول له كده انستول اني واي. بعد كده تختار هنا سيلكت ديفولت، اضغط على سيلكت، وهتختار هنا اللي هو الديفولت ده، تمام؟ او عندك اللي هو الافتراضي يعني. بعد كده تقول له هنا كده ريستور سيتنج، اضغط على كلمه ريستور. طبعا هو هنا ما جايب لي تليفونين، لان انا عندي بس تليفونين عامل عليهم باك اب وكده، بس انا الشرح طبعا على اول تليفون ده، فهضغط عليه. شيل العلامة الصح اللي هي كلمة الأول أو الكل دي، شيل العلامة الصح دي من عليه كله، وهتختار بس جنب كلمة سيتنج أو الضبط، هي دي بس اللي هتعلم عليها، وتقول له كده بعد كده هنا ريستور. تمام كده، هو خلاص معايا، أقول له كده دن. هنا اقول له مثلا ليتر او لاحقا، بعد كده من هنا كده باك،
ام باك كمان تمام. هو كده المفروض خلاص يا جماعه الخط العربي يتثبت معانا، بس اكملنا التليفون عندي كله بالانجليزي فمش ليه واضح معاكم. عامه انا هطلع بره كده واحاول اجيب لكم اي حاجه بيكون يعني فيها عربي وكده. هنا مثلا اهوت، بصوا يا جماعه الخط اتغير ازاي، بصوا كلمه ربيع الاخر، بصوا الشكل عامل ازاي. انا حتى لو حولت لكم التليفون كله اللغه العربيه هيبان معاكم. يعني دخلت هنا كده على جنرال مانجمنت وجيت هنا كده في اللانجوج واخترت مثلا اللغه العربيه ابلاي. بصوا يا جماعه هنا مثلا كلمه انا فودافون او استوديو او الكلام ده كله. حتى لو دخلت بقى انت فتحت اي حاجه، فتحت اي تطبيق عندك انت عامله باللغه العربيه عندك، هتلاقي فيه الكلام ده اتطبق. زي ما قلت لكم مثلا التطبيق اللي عندي اللي عامله بالعربي اللي هو الصلاه ده مثلا، بصوا الكلام كله بالعربي بقى عامل ازاي. طبعا بقى ممكن تغير الخط بقى زي ما انت عايز بنفس الطريقه، بس تختار خط تاني يعني. فبس يا شباب ده كانت حلقه النهارده وشرح النهارده. لو عجبك الشرح ما تنساش علي بلايك، كومنت جميل زي كده، اشترك في القناه وانت مش مشترك، فعل زر الجرس وبس كده يا شباب. سلام.